هذا وكانت كاميرا سهيل قد التقت بعدد من المقاتلين الذين يخوضون المعارك الشرسة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وفي خط النار أكد المقاتلون الأبطال على المضي قدما حتى تحرير كامل التراب اليمني من دنس ميليشيا إيران الحوثية. اليوم فضل الله سبحانه وتعالى تم التنكيل بعد الله انصار إله والشهد لله اللي جثت مرانا كفا مزقلة ملانا الرمال ويستاهلون ما جاهم وعاد ما يشوفون ألعب من ما شافوا بإذن الله تعالى. أنت تشوفه؟ هذا رمى حرام إنه يا عبده. تم بمشيئة الله اليوم هذا كسر هجوم ميليشيات الحوثي وتم إحراق وإعطاء آليات لهم. ممكن الكاميرا أنا تشوفها إذا حبيت. والحمد لله منتصرين بإذن الله. لله الحمد. بسم الله. اليوم الحمد لله تم التنكيل بعد الله. هذا واحد منهم. هذه أربع جثث وجثثتهم والله العظيم إن السائلة هذه ملانة وهذا ما تبقى منهم. عدوك 30. الحمد لله فضل الله تم اليوم التنكيل بالعدو والله العظيم الذي لا إله ونحن لن نتراجع ولا من كل ولا نمل. نحن وراهم آخر شبر طهر لمن من هذا المجوس. هذه جثثهم مرمية أمامكم. تم التنكيل بأعداء الله ومدلها زقل والشعاب ملان ما شاء الله صرع الصرع ما يزيدهم إلا زيد يحلمون بدخول مأرب. أولا نشكركم على حضوركم ومسابرتكم في الجبهات للتغطية الإعلامية لما يحققها الجيش الوطني والمقاومة من انتصارات ضد هذه الفئة الباغية المعتدين الذين يحاولون النيل من مأرب بشتى السبل، ولكن بفضل الله تم التنكيل بهم اليوم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. تم التنكيل بهم وجثثهم مليانة وكما سوف تشاهدونها وتشاهدون الأبطال يحققون الانتصارات والتقدمات ولن ينالوا منا إلا الصبر والمزيد من الصبر. وبفضل الله منتصرين والعدو مهزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم دحر ميليشيات الحوثي وكسرهم وتم إحراق عرباتهم ومكسورين مكسورين. والله ما اشوفه من الرصاص دون ما رجال حمراء العيون.